السلام عليكم خوص، مرحبا بكم معنا مسوق الأربعة العونات اليوم 21/12/2022. ونبدا إن شاء الله مع الطالياني. تبارك الله، مرحبا بكم الخوص، غبنا عند السوق. شحال باينت؟ اي جيت عاد تبعت بوطك سهلك الصح سهل. شحال مول العجلة؟ مول العجلة شحال هو القرن ديالو؟ 15 10. هاد العجلة سيدي ب 31 31 331 ياك 331 16000 و 550 16550 طالياني زين. الله يسخر مولاي، الله يجيب لي التيسير. تحياتي لكم كبيرة خوت من سوق أربعة العونات، تبعوا معنا الفيديو، خليو لنا لايك، الله يحفظكم، نهاركم مبروك. تبارك الله ما شاء الله اخوان، بلاش كم ملاح مليح ورخاص. هذا مليون و 76، هذا مليون و 76، هذا مليون و 90، مليون و 90، 14500. كدا السوق عندكم اليوم مزيان؟ تبارك الله شي حاجه مليحه. 13800 و 14500 درهم. هذا تبارك الله ما شاء الله اخوان، شي حاجه مليحه. والمعطر مول الكاس هاي هاي هاي. والله يسخر مولاه نجم الاتيسير. كل واحد بس تبارك الله ما شاء الله اخواني، اليوم قرا والده وهاد العجل هنا في سوق الأربعة العونات. مرحبا وألف مرحبا بخوت داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، مرحبا بكم وتبارك الله عليكم. شوفوا سنها والثمن ان شاء الله. عيط لي اش كاينه غادي تجيب عليك. شافينا 870 18500 خوت اللي عاطين. مرحبا بك اخويا، تبارك الله عليك، قال يلبس البوط. فعلا اخوان السوق هنا مكرفس كامل، بيرك مائية، واحد الحالة صعيبة. انتم كنتو تشوفوا البلاصة خاوية، لحقاش كاين الماء، هادشي اللي كاين كيما كتشوفوا، كله بيرك مائية كله. الله يصوب الصح. العموم الله يسخر لهاد السيد، الله يجيب ليه التيسير، الله يسهل على كل واحد. خاصو تيجي دريس صاحب شوف تيفي. دريس تبارك الله، دريس هذا شوف تيفي. واه راه صاحبي دوال في التليفون مليح. كدير السنة ورواسية؟ هادي جامع، هادي جامع رواسية بوحدة. بوحدة حليب، كيفاش شويه الحليب؟ فاع الحليب 5 لتر، وادي
الفم ستاندار لا فم مزيان. واش عطينا في كثيره؟ عطينا في 160 160 انا باغي نفهم 180 عطينا 160 نصورك ابقى احداب احداب الشبان ما تسيبها شبان صور لنا صور لنا اليوم مرحبا بك الله يحفظك. 160 8000 درهم اللي عاطينو كيقول 180 مازال معطى ها لا كنت بنتي هو ياك قال لي على العموم الله يسخر والله يسهل عليكم الله جبتي السي لا ما جيتش كان مليح الله يسخر الله يسخر لا تبارك الله ما شاء الله بقرا هو العجليه عجله 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 كدير السنه نجي نجي الثمن شحال دايز 312 15600 باش مشات الخوت يلا بهذيا اول ولده الله يسخر مولاي على الدار الله يسهل عليه خوت دار كبيره تبارك الله الله يسخر كل واحد الله يسهل على مولاي كما قلت لكم للدار الله يدير والله الا واعر الله الا واعر فلا غادي تردع ما رضعيت اسف الله يسخر تبارك الله ما شاء الله هذا طاليان يا خوت تاو اكيد السوق اليوم الصراحه سوق غالي اخو كي الثمن كي الثمن بزاف الثمن ديال هذا الخير هذا شحال شحال 44 باش خاص مليون 44 12 ألف وميتين باش نخلصو الدرهم مازال معطاوش كيت والله يسهل لك فيه ان شاء الله تبيعو بالرباح الله يسخر الله جبتي سير صدى اخوان طالياني تبارك الله ما شاء الله تا هو مليون و 4 هذا 12000 درهم والله يسخر عليكم الله جبتي سير الله جبتي سير الله يسهل على كل واحد اخوت يليق في حالي هذا اخوان تبارك الله ما شاء الله صالح والله يسخر مولاي الله يجيب لي تيسير مرحبا بك اخويا رشيد ندخل السوق دوكا لا كنشوف شاد على البيت من عندوش هذا تبارك الله ما شاء الله اخوان الصديق رشيد كما قال لي هو انتم تشوفوا السلعه ديالو تهضر عليه هو مسيدي بالنور ديما تيدير العجله تبارك الله بلجيكيه مليحه تبارك الله عليك اخويا رشيد كيداير السوق والبيرك المائيه والغيس الغيس الغيس الحمد لله احنا مباركين من الغيس الحمد لله هو اللي معرس الحمد لله الناس قلت العور راه ما ساكاش بعد الناس راه ما ساكاش العف غالي الناس ما ساكاش واش ما باه الحمد لله المهم صبات الشاي نوض الربيع ان شاء الله
الله يسخر وديك الساعه يرخص بالزمن. دابا اثمنا ندوزو الاثمنه ان شاء الله خويا رشيد. 1,54,000 اه بلجيكيه مليح. 10,700 هي هذه 10,000 درهم. مليون جوج وعشرة يعني 1,500,000 10,205 173 100 183 9,150 درهم. غادي ان شاء الله نخليو لكم رقم التليفون تاع رشيد اللي عنده على اللي عنده مع العجلات بحال بلجيكيات كيكسب اتصل به راه ولا يدوز عنده ايوا يبيع يشري معاه. يلا رشيد خلينا النمرة 06 72 72 57 76 رشيد سيدي بنور سواق سواق اللي كدير حد ولاد فرج ولاد فرج سيدي بنور العون صافي تبارك الله عليك اخويا رشيد. عجلة بلجيكية ما شاء الله كسابية خوت هنا السوق لربعة العوانات الله يدير خير الله يسهل عليه السوق كما تشوفوا كيد التمام ان شاء الله اخوان هنا ان شاء الله نساري الفيديو الى فيديو قادم ان شاء الله الله يسهل على كل واحد الله يدير خير تبارك الله عليكم اخوت خليوا لنا لايك شجعونا بارطاجيو معكم الفيديو لا مليح مليح اياك السابع واللي كيكسبوا العجلة اللي بغى شي حاجه يتصل بك اخويا رشيد انا اللي بغى يشري الكساب يشري غير المليح 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 راه هو اللي ملي دخل السوق الله عمره دارو حتى العلف غالي شريت بقر زين ما تيطلعش لك الدم شريت بقر خايب راه يمرضك الله يسلمك تبارك الله عليك اخويا الله يسلمك تبارك الله عليك الله يحفظك اخويا رشيد الله يسهل عليك الله يسهل تبارك الله خير.